الفيديو ده تحت شعار اخواتي، انا مش بتاع صالونات، بس جات قدامي صفقه حلوه وقلت اقولها لكم طبعا، والمره دي في صالون سكر. تقول لي يا عم ده ما انت سبت صالون سكر ورحت مكان تاني. ده حقيقه، انا رحت صالون تاني، ولو لقيت اسعار ارخص في صالون تاني هروح واصور لكم. دايما بحب اجيب لمتابعيني ارخص الاسعار الموجوده هنا في قطر. النهارده في صالون سكر، حلاقه شعر وحلاقه لحيه وصبغه شعر وصبغه لحيه، حنه وماسك للوش وشمع وفوطه ساعه وتنظيف للبشره، تقدر تعتبره كده زي بولش السيارات اللي بيلموها بالعربيات. اقول لكم على حاجه، تعالوا نشوف. وده ياسر اللي انا حاليا بحلق معاه، شاطر جدا ما شاء الله عليه في الحلاقه. صحيح شكلي منعكش وعامل زي الضفدع الذكر في موسم التزاوج، وعايزك تشوف بس ب 50 ريال هتحول 180 درجه ازاي. والناس اللي بتسال الصالون موجود فين، فالصالون موجود في ام غلينا، والاستاف عندهم تقريبا كده جايبينهم من كل دول العالم، هتلاقي من الجزائر، من فلسطين، من مصر، من الهند. وده منتصر اخ لنا فلسطيني. محمد اقسم بالله شرفتنا والله يا ام محمد، اشتقنا لك كثير. تسلم يا ام محمد بالامان، يعني كل الزباين بيسالوا عنك حبيبي، شرف لي والله. اشكر فيك يا ام محمد على ادبك واسلوبك واخلاقك، بسم الله ما شاء الله عليك، ورب يزيدك من نعيمه والسلام الله عليكم، ومشكورين على الناس. حرمشي منك الله يخليك يا ام محمد. وده صالون بتاع اخ لنا مصري، بسيب لك رقمه تحت الفيديو عشان لو حابب تتواصل معاهم يبعتوا لك اللوكيشن ولا حاجه. واول ما تخش كده بسم الله الرحمن الرحيم عندهم تلاقيهم جابوا لك شاي قهوه عصير اللي انت عايزه يا حاج، وما شاء الله عليهم عندهم تقريبا اربع خمس كراسي بالصنايعيه بتاعتهم، يعني في اي وقت هتروح هتلاقي الدنيا رايقه وهتحلق على طول. وكمان بيروحوا لذوي الاحتياجات الخاصه لحد البيت عندهم يحلقوا لهم. وده صالون شعبي صحيح، بس الصنايعيه اللي فيه صنايعيه نظاف، وبصراحه بيطلعوك حالق حلقه عريس. الحلاقه عندهم نينجا قويه جدا، وزي ما قلنا المكان ده بتاع اخ لنا مصري، فعايزين نقف جنبه وندعمه. وكالعاده ما تنساش تصلي على النبي تحت في التعليقات. وبس كده يا صاحبي، سلام حبيبي، تسلم.